في فضاء موسيقي وتربوي مخصص للأطفال وتلاميذ المدارس، قررت أوبرا بعلام بالسياحة استقبال التلاميذ في برنامج الإيقاظ الموسيقي، وهذا بمناسبة العطلة. تكلمنا على مشروع أنه الأولاد راه كانوا خارجين فيه عطلة، دونك تكلمنا باش نسطروا برنامج اللي يهم الأولاد. سي بور دوني لو ميساج بور لي زونفون، هذا هو لو بوت تاع هاد البرنامج، باش نشجعوا أولادنا باش يقراوا الموسيقى ويديروا السبور ويتعلموا الديسان ويديروا الرياضة، هذا هو لو بوت تاع الحصة. سي بلو فاسيل بور ان انفون de comprendre de la musique, une musique plus, plus sombre, plus, plus triste. Voilà. Donc c'est des musiques joyeuses, comme par exemple Mozart, Anne Klein, donc Claire de Lune, c'est une musique de nuit. Voilà. أولياء أصبحت الأوبرا بوصلتهم للسماح لأولادهم باكتشاف عوالم الموسيقى بعد فصل دراسي طويل. يعني vraiment جوز ان تيمس vraiment lourd pour eux, ça a été cher. Donc c'était une genre de récompense pour eux. يعني جبناهم voilà, c'était une surprise pour eux déjà. Mais اصبحنا وضناهم هكذاك. Les enfants s'amusent bien, ils يتعرفوا على الموسيقى. C'est vraiment une bonne culture. Voilà. نعرف كاع عادو باسكو انا ندير الموسيقى كيف كيف انا. فيولون. عجبني بزاف الحل هنايا كدري تعلمنا كي لي نوت كيفاش نلعبوا الجيرون شويه وغنينا على فنش معهم. معلومات عن النوتات، استمتاع كبير بالموسيقى العالميه، واكتشاف للآلات الموسيقيه، هكذا يمضي الأطفال يومهم بدار الأوبرا، ليختتم اللقاء بصور تذكارية على أن يتكرر موعدهم في بقية الأيام من العطلة.